السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سيف من قناة سيف جيمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سيف وياسين من قناة سيف جيمر. النهاردة تحدي جديد ولعبة جديدة، ولعبة النهاردة بيس كام؟ بيس 19. النهاردة الكسبان هياخد 100 جنيه من الخسران. اوبا، يعني تحدي النهاردة فلوس. تحدي النهاردة ايه؟ فلوس. الماتش ب 100 جنيه. معاك كام يا معلم؟ والله ما معايا حاجة، عشان كده هكسبك. عشان كده هو عاوز يكسبني عشان ياخد مني ال 200 جنيه. هتقولي 200 جنيه ازاي؟ ما كل ماتش ب 100. كل ماتش ب 100. كل ماتش ب 100. هنلعب ماتشين ذهاب وعوده. هتلعب بايه يا معلم؟ برشلونه. وانا هلعب بمين؟ ليفربول. ليفربول. بص هو اللي قال، انا ما قلتش. اهو العوده هنعمل ايه؟ احي هنعمل ايه؟ العوده هنعمل ايه؟ هنبدل ايه بقى؟ هنبدل الاستاد. مين اللي هيكسب؟ مين اللي هيخسر؟ انا. تعال نشوف في الفيديو. طبعا يا جماعه نبتدي الماتش اهو، ان شاء الله هكسب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ودي اول هجمه لبرشلونه. طبعا هجمه فاشله، لان عندنا فان دايك السد المنيع. منيع ولا منيع؟ لا، عسل 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 وسكر. يلا ارنولد، اجري يا ارنولد. الله يا كيتا، الله يا كيتا، الله يا كيتا. اديله انذار يا سيد الحكم. انذار انذار والله. انت على فكره لعبك خشن قوي. خشن خشن اهو، ما ادالوش حاجه. لا لا، ده الحمد لله. انت لعبت اي حاجه يا ابني؟ يا ابني الحمد لله. ايوه كده. يلا 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 فيرمينو. والله يلا يا عم صلاح، يا عم يعني زقه بكتفك، اعمل حاجه، اعمل شغل. رجع بقى ورا. لا الشعر منه. يلا ما الله الله على الوان شويه. يا الله على الله على 1 3 هات. امسك امسك سواريز، امسك سواريز. حرام. ايوه كده. ركب يا سيدي يا ابني. يا ابني خش عليه. يلا اليس برضه اخد ال 100 جنيه. الله 100 جنيه. الله اخد ال 200. يلا كيت، يلا كيت، خش عليه كيت. بص صلاح، بص صلاح سايب الملعب كله. الله بلعب مع شويه حمير، شويه حمير. اي والله يعني شلل الاطفال. اللي بيحصل ده شلل الاطفال. انت بتعمل ايه يا عم الحاج؟ شيطر. يلا قلب الحمار، يلا قلب الاسد. اسد منين؟ ما هو مره في الثانيه في الثالثه، ما هو لازم يجي جون. المية جنيه بقى؟ هو بص، هي المية جنيه جاهزة تمام؟ بس لغاية ما تكسب الماتش. أحي أيوة، ما هو لازم تكسب الماتش. الحكم أقسم بالله الحكم واقف قدام. يا عم ميسي بقى، يا عم ميسي بقى ريح. لا لا ومصحف بقى داخلة. يا حبيبي طفل. اخر فيديو كنت بصوره معانا بابا كنت بصوره خمسه صح؟ اه. يخرب بيت وانتو هات. هو لعب قانوني الصراحه. تعرف الدبل كيك دي؟ تعرف الدبل كيك دي لو جت؟ هيبقى شكلي انت بتخطبني. يا ريت يبقى وحش. والترندات بقى والناس.
فاول ولا اي حاجه خالص كده عادي جون عادي كده طلع عليا ماشي 100 جنيه جاهزه 100 جنيه جاهزه تمام بس لغايه ما الماتش يخلص تشتم الفرقة العظيمة دي ليه دي بطلة العالم ليه كنت بلعب ليفربول جبت التلاتة خلاص استريحت كده بقى في بقى قبل ولا بعد خلاص انت جبت التلاتة كده ده بقى على نظافة يلا صراع هسيبك جول كده حامل هو انت قلت ان مماكا بتعمل ايه؟ فكرة انا كده انا اقتنعت بالكلام بتاعك بعد الحمير انت عايز تجيب الجول اللي جابه تشيلسي يعني؟ بس هنا دي بيس دي مش الحقيقة لا لو في بس تنفع وانت شخخ على الجون اقول لك مين ليش تيكي تاكا بتاعتك عظيمة عظيمة الله اول مرة بس يقص على الجون اول مرة جابها بدماغه يا قصع انت قلت انت عاوز كام؟ 100 لا لا انت ناسي صح؟ بص بقى يا سيدي 500 لا كنت عايز 500 بص يا سيدي 10 جنيه 10 جنيه ويبقى ليك 90 جنيه عندي لا لا يعني انت مصمم على 100؟ ماشي يا عم بس خلي بالك لو كسبتك الماتش الجاي رجعها لي لا اخدها بس ما تقوليش اشتريت بيها حاجه ومعيش معيش تمنى تمام ادي كام سنه معيش 100 جنيه يا عم انا فقير بص انا معايا طب عايز اقول لك حاجه من 20 جنيه لا ثواني ده كل ما املك شايف انت الحبه دول عدهم معيش 100 جنيه بس الله 100 جنيه مخرومه لا مش مخرومه طب والله كنت عايز اوريك حاجه ب 20 جنيه يلا مش هاخدها اوريك حاجه لا. بس لا اقسم بالله ما هاخدها ومش هعرف اخدها مش هديك 120 جنيه بعد يا جماعه الهزيمه القاتله 4-0 لفريقي عايز اغير سيف في الموضوع اقسم بالله فرقه كلوتات اللي بلعب بيها البسها البسها ماشي يا عم ما علينا ها عاوز تقول ايه؟ اخيرك بقى خير نقفل على ال 100 جنيه دي ولا تكمل؟ كمل ايه؟ ولا منسحب يعني؟ كمل ايه؟ طب ايه يعني لو كملت هكسبك ولا ايه؟ والله بعد ال 4-0 دي ممكن اعمل كامباك، ايه رأيك؟ اقسم بالله ما تقدر اقسم بالله بتحلف؟ عشان الجمهور العظيم اللي معانا وعشان الشخصية المحترمة اسمها ياسين اللي ما بتجيش غير مرة كل سنتين معانا انا هنسحب يا عم انا كنت هكسبك بس عشان الكلمتين اللي انت قلتهم دول انا هنسحب عشان ما ازعلكش بس مش عاوز ازعلك 100 جنيه خدتها تمام لا هنلعب 10 ماتشات كل ماتش ب 100 قشطه بس نعمل حسابنا بقى نعمل حسابنا لازم برضو ايه تشتغل كده نعمل صوت مسلح كده ليه بتلعب جي تي ايه يا عم احنا بنلعب بيس على باب الله ماشي كان معكم سيف وياسين من قناه سيف سجل سلام